أسير مرحبا، تقدم بحكي رياض فروخ، رئيس الغرفة الجهوية للمطاعم بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس. عقدنا نهار الخميس مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة اجتماع الغرفتي المقاهي والمطاعم، تناولنا فيه إجبارية القرار عدد 1 لسنة 2021 والقاضي بالزام الحرفاء قبل الدخول للمطاعم والمقاهي بوجوب الاستظهار بالجواز الصحي. عبرنا احنا من الاول من بدايه صدور القرار هذا وقبل ما ينزل في الرائد الرسمي انه عندنا برشا مصاعب وما نجموش نطبقوه وتقريبا يستحيل تطبيقه على الحرفاء نتاع المقاهي والمطاعم. لكن سمعنا حد نهار الخميس خرجنا بيان ووجهنا مكتوب للسيد والي صفاقس، علمناه انه الصعيب ياسر وقلنا يستحيل تطبيق القرار هذا للنظر للنقاط التاليه. واحد، بعد الازمه والجائحه اللي تعدى بها ونعرفوا الناس الكل انها اكثر قطاعات تضرت من جائحه الكورونا هم المقاهي والمطاعم. دونك على الجانب اللوجيستيكي من المستحيل كان نجمو نوفروا عامل الصباح وعامل العشيه باش يراقب عمليه دخول الحرفاء بالجواز. هذا من جانب، ما نحكيو من الجانب المادي. ثم جانب قانوني، اليوم ما ينجمش العامل في المقهى ما ينجمش يقوم بدور عون الامن ويطالب المواطن بطاقه التعريف، ونعرفوا احنا هذه فيها برشا معطيات شخصيه والمواطن ما يحبش هو اصلا يطالبوا عون الامن بطاقه التعريف ما يتقبلهاش، ما بالك يطالبوا عامل في مقهى بطاقه التعريف. هذه الحاجه الثانيه، مش تقع برشا مشاكل في عمليه الاستظهار مخالفه دون اعتبار مخالفه الجانب القانوني، مش نخاور احنا في مشاكل مع الحريف اللي هو بطبيعته بسبب الازمه وبسبب زاد الموجه الجديده نتاع الاوميكرون اللي هو مش موجود بكثره، نزيدوا نطالبوه بالاستظهار بجواز وما يقبلوش ونزيد لنا مشاكل اخرى. وثم حاجه اخرى زاد لفتنا ليلها نظر السلطات الجهويه وحتى السلطات المركزيه باخذها بعين الاعتبار، تواجد الجاليه الليبيه والجاليه الافريقيه بكثره وكثره كبيره برشا في مدينه صفاقس. ونعرفوا انه الجاليه الافريقيه ما تنجمش اصلا طلبهم لا بجواز سفر واغلبهم مش ملقحين، وكيفاش باش نراقبوا عمليه الاستظهار الجواز الصحي نتاع الجاليه الليبيه واللي هي متواجده بكثره للتداوي ولا العنصر الليبي اللي هو ولا تقريبا من عنصر اساسي في تركيبه المجتمع في مدينه صفاقس. دونك اليوم النقاط سبق ذكرها راهو مستحيل، ويستحيل كان نجموا نطبقوا القانون هذا عدد 1 لسنة 2021، ونجمو نكونوا احنا كما عبرنا على استعدادنا باش نعاضوا جهود الدولة في مكافحة الجائحة ولا خاصة المتحور الجديد الأوميكرون، اللي احنا نجبروا العمل نتاعنا بالاستظهار بالجواز الصحي قبل الدخول للعمل، ونواصلوا العمل بالبروتوكول الصحي السابق المعمول به والمعروف. معناها انت توا تشوف انه فماش حلول بديله، ما عندكمش مقترحات معناها بخلاف هذايا؟ المقترحات احنا نجبروا العمل نتاعنا استظهار الجواز الصحي، انا نحترموا البروتوكول الصحي بخلاف ما زاد عن ذلك ما تنجمش تطبقوا على المواطن كما حكيت سبق وانا حكيت انه مخالفه قانونيه، ما نجموش نقوموا بدور عون الامن باش نستظهروا ببطاقه التعريف من الوطنيه من جهه، واثنين كما قلت وذكرت راهو عندنا جاليه افريقيه وليبيه متواجده بكثره وما عندهاش نحكي مش مش طالبوا بالجواز الصحي ولا بجواز السفر نتاعو ولا مش الهويه نتاعو، ما تنجمش هذوما حوايج كلهم اصحاب للتطبيق، وهم قبل ما يخرجوا القانون هذا يعرفوا انه القانون هذا صعيب تطبيقه ويمكن تطبقوا في بعض المؤسسات الحكوميه، وديجا انتم تدوروا وتشوفوا حتى في المؤسسات الحكوميه موقعش تطبيقه، وهو المواطن ما التزمش بلبس الكمامه يدخل بها لجرون سيرفاس وبعد ما يدخل ينحيها، مش تقعد انت تدور في جوته وتتبع فيه يلبسها، هذه نحكوا على الكمامه، ما بالك بالجواز الصحي اللي اليوم نعرفوا الاخلالات اللي خلت عليهم انايا قد ثم برشا عباد اللي هما تحصلوا على جوازات صحيه ماهيش نتاعهم، يستعملوا في جوازات صحيه ماهيش خاصه بهم، دونك ماحناش باش يكون صاحب المقهى ولا صاحب المطعم باش يكون يلعب دور رجل الامن وصاحب مشروع مش يتفرغ هو مش يلوج على حرفاء نتاعو بزايد حريف يخدم معاه، ولا مش يقعد يلوج النهار الكل على شكون عنده جواز والجواز يتبعو ولا ما يتبعوش ومدلس ولا مش مدلس، ومش ندخلوا في متاهات نحن في غنى عنها. هو اسهل يكون
كي تقوم الدوله بدوريات تضبط ناس دخلت المحلات سواء مطاعم ولا مقاهي ولا دي جران سيرفاس ولا مؤسسات حكوميه تنجم تخالف المواطن على نفقته الخاصه. والمواطن كي يتخالف ما نتصوروش مشي ارتدع 100%، اما على الاقل تكون فما ابرك. اما انت المواطن يرتكب المخالفه وتخالف صاحب المحل ماهوش معقول وماهوش مقبول جدا بالمره. رياض، مرحله ما بعد البيان مرحله ما بعد البيان احنا عندنا ثقه في السلطات الجهويه الحقيقه اللي مش تسمع، وهو ديجا لحد الان ما ثماش دوريات تراقب في الشيء هذا، يمكن هما زادوا المهله نتاع 15 يوم. نتصور يعرفوا الشيء هذا، مي اذا كان يوصلوا يخالفونا ولا يعاقبونا كتو لكل حديث ما قال ولكل ونتصرفوا كل بتطور وكل وين مش تمشي الدوله. احنا يدنا ممدوده كالعاده نقول باش نعاونوا الدوله باش نعاضوا المشغول. اي صاحب محل ما يلقحش الدوله تعاقبه اشد العقوبه، صناعه ما تعاقبش تسلط عليه العقوبه. اما بالنسبه للحريف ما نقبلوش انه احنا نتحملوا مخالفه الحريف. يعني اليوم مش معقول المواطن يرتكب المخالفه وصاحب المقهى وصاحب المطعم، واحنا نعرفوا انه الدوله ما عاونتنا. اذا هاني نعرفوا حكايه المنحه نتاع 200 دينار، نعرفوا عامين من كورونا. اليوم السينيسيس الطالب بالخلاصات والستيك الطالب والصنايد الطالب والناس والقباضه الطالب والوضعيه الماديه نتاع المقاهي والمطاعم الناس الكل تعرفها. شوف قداش من محلات فرقت، شوف قداش عباد شيكيتها. اليوم دوب مبدينا مش نرجعوا نخدموا، الله يبارك ثم جائحه جديده وثم متحور جديد نتعاملوا معها باللي نخدموا، اما زاده ما يحملوناش اللي ما نجموش نحملوه. شكرا.